السلام عليكم أحبتي، أنا راعد الجعفري. اليوم درسنا عن جمع رقمين باستخدام خلينا المتغيرات أو الفاريابلز. بالدروس السابقة فهمنا شنو المتغير وكيف يكون هو يعني يحمل قيمة معينة أو نحط به قيمة معينة، وكيف نستخدمه بأكثر من طريقة. فمثلا أنا اليوم راح أجمع رقمين من خلال استخدام المتغيرات بلغة سكراتش. فمثلا عملية الجمع، أنا إيش أحتاج؟ أحتاج من الأوبريشن أو من الأوبريتورز، أحتاج عملية الصم أو الجمع هاي، وأحط هنا رقم واحد ورقم اثنين. تمام زين. من الإيفنت مثلا أنا راح أستخدم هذا الإيفنت، من أضغط على نانو يظهر لي النتيجة. زين، بكل بساطة لو ردت أني أستخدم مثل ما كنا نستخدم سابقا، إنه بالسي أحط هنا وأكتب أنا أي رقم 3 زائد 5، من أضغط على هذا يقول لي 8، وأجي أغيرهن 4 زائد 2، ومن أجي أضغط هنا يقول لي 6. زين، ليش أحتاج المتغيرات؟ متغيرات حتى إنه أمكن اليوزر او مستخدم برنامجي يكتب اي رقم هو يختاره ويطلع لعملية الناتج او عملية الجمع صحيحة. فمثلا حتى اقوم بهاي العملية بالصورة الصحيحة، راح اروح على variables وانشئ او اسوي make variable، احتاج شقد متغيرات اثنين، واحد للرقم الاول اسميه الرقم الاول، الأول هذا المتغير الأول، وواحد أسوي ميك فاريبل مرة ثانية وأسوي الرقم الثاني. تمام. ذن المتغيرات حتى أستخدمها لازم أحط بهن هاي القيم 4 و2 1 ب5 10 12. تمام، دائما تتغير من خلال الفاريبل. زين، حتى ما احتاج اجي اكتب لهنا، ايش اخلي؟ اخلي المتغير بمكان الفاليو بعملية الجمع واقول له سام، وهنا هسه راح يطلع لنا صفر. ليش؟ لانه بعدنا ما مكملين التنفيذ. زين، وبكل بساطة راح اجي استخدم مثلا change variable المن مثلا الرقم الاول، واحتاج بعد وحدة مثلها وأقول له change variable للرقم الثاني. تمام، هذا هو مقدار التغيير change. فهسه لو جيت هنا أنا مقدار التغيير للأول هو هسه هنا هذا أشوف صفر بصفر، معناته إنه القيمة اللي بداخله هو صفر، أو بعدني أنا ما مخلي له قيمة. وجيت change by للرقم الأول by، أي بمعنى غير قيمة الموجودة بالرقم الأول اللي هو المتغير مالتي، وتشينج الرقم الثاني باي واحد للمتغير الثاني بمقدار واحد. بمعنى شنو؟ في كل مرة أنا راح أضغط على السبرت، هو إيش دا يقول؟ شوف، غير القيمة إلى 1 1 وقال لي 2، غير القيمة سواها 2 هنا وقال لي 4، غير القيمة سواها 3 هنا، أي بمعنى صار بالمتغير الأول قيمة رقم 3 وبالمتغير الثاني قيمة رقم 3 أيضا. ليش؟ لأن أنا في كل مرة جاي أقول له change change، وشنو change؟ على ما موجود بداخلك، change على القيمة اللي عندك. يعني مثلا خلينا نقول عندي صندوق اسم الرقم الأول وصندوق اسم الرقم الثاني، أجي أنا في كل مرة أحط قلم بهذا الصندوق، فأجيت بالصندوق الأول حطيت قلم، بالصندوق الثاني حطيت قلم. زين، هسه كل صندوق شنو محتواه؟ محتواه قلم واحد. لو اجيت وخليت ايضا بالصندوق الاول قلم، انا ذاك القلم القديم طلعته لو لا؟ لا، ما طلعته. اذا ايش صار عندي؟ صار عندي قلم عدد 2، يعني 2 اقلام صار عندي بالصندوق الاول و2 اقلام بالصندوق الثاني. زين، شلون احل هاي المشكله؟ بالدرس السابق قلنا سات انه انطق قيمه اوليه أو قيمة أساسية للمتغير مالتي. فلو إجيت هنا أنا وقلت له
بالرقم الأول القيمة الأساسية صفر، وبالرقم الثاني السيت للرقم الثاني متغير الرقم الثاني صفر، تمام؟ في كل مرة أقول له change الواي انتبه هنا شو راح تتغير القيم. هنا هسه مو ثلاثة المفروض أنا إذا ضغطت راح تطلع لي أربعة، بس هو راح يطلع لي اثنين، تمام؟ خلالي بواحد وواحد وطلع لي قيمة اثنين. مرة الثانية لو جيت ونفذت راح يطلع نفس التنفيذ. ليش؟ لأن في كل مرة أنا أضغط على السبرت مالتي هو يسوي السيت، يعني يرجع قيمة المتغير الأول إلى صفر وقيمة المتغير الثاني إلى صفر ويضيف له واحد، مقدار الإضافة مقدار التشينج بواحد. زين لو قلت له هنا خلي هنا التشينج بمقدار 10 وهنا التشينج بمقدار 15، من يتوقع شنو الناتج إذا 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 ضغطت على نانو هنا بالتنفيذ؟ الناتج راح يكون أنا أقول 10 زائد 15 اللي هو 25. تشوف هنا بالتنفيذ ايش صار عندنا، هذا شنو معناه عندنا؟ اجى للرقم الاول السيت مالته ايش قد؟ صفر. التشينج مالته ايش قد؟ 10. 10 زائد صفر الرقم الاول المتغير قيمته 10. زين نجي للمتغير الثاني السيت مالته صفر، القيمه مقدار التشينج ايش قد؟ 15. اذا صفر زائد 15 زين. عملية الجمع شنو هي؟ عندي الرقم الأول اللي بي 10 صار، الرقم الثاني اللي بي صار 15، من أجمعهم يطلع لي الناتج 25. لهنا ينتهي الدرس، نشوفكم بالدرس الثاني. مع السلامة.